السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. إياك شملار، قاعدين نقول كلمة طوالي باللغة التركية. إياك شملار، أنا مستوي باللغة الهندية. معانا مهلة ومخلودي وده خلودي، جايو المستشفى هنا كان عندهم عملية. يا خلودي، عملية بتاعت فتح قلب، كان عندهم تقريبا 3 مشاكل في موضوع القلب. فمهلة يقوم يحكي لنا الحاصل عليه، شنو جا كيف الهند وعرف كيف المستشفى كيف. السلام عليكم. أول حاجة ما شاء الله تبارك الله، في البداية نشكر أخونا الدكتور صديق عامر. في البداية طبعا من السودان دقيت تلفون لأخونا صديق وحكيت له الحاصل بالنسبة لخالد، وأرسلت التقارير من الدكتورة سلافة وحكى لنا الحاصل، قال لنا تيجي طوالي ووشينا للوكالة. وبعد الوكالة جينا لدكتور صديق واستقبلنا في المطار. من المطار جينا الشقة، ومن الشقة لمستشفى فورتيس. وعملنا فحوصات وقابلنا الدكتور اللي هو كريشنا. دكتور عياد كريشنا اسمه، ايه ابو ملقب بالعجوز. ايوه لسه سيد العجوز، لانه زول كبير يا جماعه صراحه، زول كبير وما بيتكلم. العمليه الحمد لله رب العالمين هي كانت يعني بالنسبه لنا خطر من جد، خطر من جد حسب كلام الدكتور. قال خطر، يعني عنده 3 مشاكل وخطره جدا، لكن بفضل مولى عز وجل الحمد لله رب العالمين نحمد الله كثير ونشكره كثير. طيب يا شباب، المخلودي هي كان الفترة دي طبعا فترة كورونا لما جو نازل، فمخلودي دخلت المستشفى وبتحكي لنا لما دخلوا المستشفى. طبعا بتخش المستشفى يعني كورونا، بتدخل المستشفى وانت تطلع تعرف كان كيف الفترة دي؟ وقعدت كم يوم وكم يوم في العناية يا خلودي؟ قعدنا 15 يوم، والعناية كانت 11 يوم، والوسط كان يومين. معاك ناس كتار جوا في المستشفى؟ ناس كثيرين. جناس شنو كانت الجنسيات الموجودة؟ هنود وعراقيين. يعني يا جماعة العنبر هو عبارة عن هنود وعراقيين، فبتلقى كمية كبيرة من المرضى اللي عندهم مشاكل نفس مشاكل خلودي وأكبر وأصغر وكده يعني. فالحمد لله ربنا كتب لهم الصحة والعافية. وخلودي هذا هنا، عين الكاميرا هناك، ده خلودي ما شاء الله حاليا مسافرين السودان إن شاء الله. طبعا المستشفى طبعا بيخش الممرض ومعاه نفر واحد ومعاه المرافق، طبعا هنا المستشفى مع المريض بخش ومرافق واحد اللي هي مع خالد وامه بس. ال 15 يوم 16 يوم دي هم هيكونوا قاعدين في جوه المستشفى، جوه العنبر، لا في طلوع لا في خروج. يعني مثلا احنا خلودي ما شفناه له على 15 يوم، معاه 16 يوم 16 يوم احنا في محل وهن في محل. السكن كيف للقريب ولا بعيد مسافته؟ الحمد لله سكن يعني 5 دقائق برجلك بالارجل. 5 دقائق يعني بالضبط كده بتقطع الزلط، بس بينك وبين المستشفى الزلط. لو انت فوق في المستشفى روح اشوف المبنى بتاع السكن، فترته 5 دقائق بالارجل. دي المستشفى هنا، البوابه رقم 2 هناك. دي البوابه هنا رقم 2 تدخل بها، اصلا البوابه دي للاستاف فممكن الناس تدخل بها برضو. ودي المستشفى هناك، بتقطع الزلط هنا طوالي. هنا دي غرف نهايه الشارع ده، محل الاشاره الحمراء هناك ديكي، دي هنا فيها غرف طالع على يمينك في غرف. وجوه هنا برضو في هنا برضو غرف في المحل ده برضو. دي هنا كلها صيدليات، في محل بتاع جزاره هنا وكل شيء. زمان كان في محل هناك، محل الاشاره ديك برضو كان في محل بتاعت غرف برضو، فندق لكن مقفل حاليا بسبب كورونا. تمام، فقريب المسافة للمستشفى. ده ابو خلودي مسافر بكرة ان شاء الله. ها اخوي كيف الوضع؟ الحمد لله تمامين؟ والله الحمد لله. الحمد لله. هو ده السكن، ممكن نوريكم اليوم، ورينا صحيح غرفة واحدة عشان نكون دي الحقيقة، يعني هذه الحقيقة وحاجة كويسة قريبة للمستشفى. بس هو في سكنات أفضل منه، لكن ده الفضل بعيدة للمستشفى أقرب. في سكنات أبعد من يعني، لكن شنو أفضل وفخمة وأي شيء، لكن بعيدة من المستشفى. الميزة الكويسة فيه قريب للمستشفى، يعني
ان شاء الله عندكم حاجه اللي انت تقولها لو زول داير يجي يجيب معه شيء من السودان للاكل والشراب؟ لو ده تجيب من عشان تاكل هنا يعني اول حاجه جيب الشرمو جيب البصله ايوه جيب الويكه ايوه وجيب دقيق الكسرة تمام وجيب لو تقدر جيب اللحمه برضو معاك من هناك لحمه الضان ما زي هنا ما في لحمه الضان حيبي خدار وفي شنو عارف شطوط الصراحه كلامه صح شطوط يعني هاي ما بلا تاكل شطه وتاكل خدار عشان يا جماعه لو زول داير من السودان يكون جاي معاه حاجه ده اول حاجه بيقول لك الصرف وبتطبخ في سكنك يعني هنا في السكن ده برا في مطبخ تمام في حاجه ثانيه انا بنبه لها الناس مستشفى فورتس ما بنقصوا في القروش يا جماعه في العمليات لما نقول لك 10000 معناها 10 احنا نقصوا لنا كيف انا ما اعرف والله احنا الحمد لله رب العالمين نشكر الله نقصوا لنا والله لكن يعني بعد ما نقصوا لنا الموظفين زادوا اختاروا انه نقصوها كيف دي يعني انا محتاروا يعني انا لما مشيت المستشفى وكتبوا لي انه نقصوا لي قروش الموظفين اللي رجعوا لشنو؟ الموظف ده لما تجيب له التوتال ده نقصوه مثلا يعني من 10500 نقصوا 500 الفوق دي ما بيصدق الا يرجع بالتليفون للموظف الثاني حتى نت لانه انا واحد من الموظفين قال لي كيف ينقصوا لي قلت له انا ذاتي محتار كيف ينقصوا لي عندهم حاجه يا جماعه ناس مستشفى فورتس هنا بدفعوك زي 700 دولار دي بقول لها سكيورتي او امنيه بتدفعها عشان شنو؟ عشان لو ما لا قدر الله لما يقول لك العمليه 12 يوم لو زادت من ال 12 يوم ال 700 دولار الامنيه دي هي ما بترجع اصلا بتدفعها ما بترجع لكن لو زادت الايام بدل ما القروش تزيد حياخذوا منها هي حياخذوا منها حق مقابله الدكتور حق العنايه حق السكن في العنبر عدا الادويه بدفعوك فقط حق الادويه يعني لو في زياده بتدفع لك حق الادويه وكانت كويسه الحمد لله نفعتنا يعني يعني احنا دفعنا ال 700 دي فكم تطلع لنا اكثر ثلاثه يعني احنا مفروض نقدم 10 او 11 يوم في العنايه او العنبر يعني احنا مقدمين 14 يوم 15 يوم ليوم ال 16 يعني 700 تبعناها دي خفضت لنا الايام الزياده دي الحمد لله الايام الزياده دي المفروض يقول اقل حاجه تطلع لها 3 او 3500 دولار يعني الحمد لله خفضت لنا دفعونا حاجه بسيطه فيما بعد عندك كلام اخير تقوله بس يعني في الاخير الشكر والحمد لله والشكر للدكتور اخونا الصديق عامر وربنا يجزيه خير وربنا يمد في عمره وربنا يزيد ان شاء الله امين ان شاء الله ويسهل اموره يا رب ان شاء الله ونشكرك كثير يا دكتور صديق الله يجزيك الله خير وان شاء الله زي ما بيقولوا ما فقدناك الا في خير وكل ما زي ما بيقولوا نشكرك ونقدر نقول الشكر لك يا صديق الله يجزيك خير احتجتوا لاي حاجه بتلقوا رقم الواتساب موجود اتواصلوا معنا وما تنسوا لايك سبسكرايب شير كنت معاكم انا دكتور صديق او دكتور كوين صيدلي سريري درست كل دراساتي في الهند هنا فمرحبا بكم ان شاء الله في كوين ديل كده خلودي ماشيين تمام خلودي اي سريري هو يا ده خلودي ماشي خلاص وده هو يلا مع السلامه يلا يا جماعه في رعايه الله